الواقع من وجهة نظري فيما يتعلق بقانون البحار، وأنا بكل تواضع شاركت في هذا قانون البحار في اتفاقية قانون البحار على امتداد 10 سنوات في الإعداد والصياغة. أجد أن هذه الاتفاقية اللي هي اتفاقية قانون البحار بما في المناطق الاقتصادية والجرف القاري وما يتبعها هي نصوص معدة قانونيا ومصاغة وموافق عليها دوليا. وأنت عندما توقع اتفاقية مثلا مع دولة كتركيا، هي ليست اتفاق، هو ليس اتفاقا سريا، هو اتفاق معلن للتعاون في مجال الاستثمار وبالذات فيما يتعلق بالمعادن، بالنفط، بالغاز في المنطقة الاقتصادية. هذا المنطقة الاقتصادية التي نتحدث عنها اللي خاصة بليبيا وتركيا هي لا تختلف عن المناطق البرية التي لدينا فيها استثمارات وشركات أجنبية من شتى الدول. لكن عندما تبدأ في موضوع المنطقة الاقتصادية أنت الآن في بداية التعامل مع هذه المنطقة. وهذه المنطقة ما زالت امتداد البحر الأبيض المتوسط، سواء بين تركيا واليونان، بين تركيا ولنقل مصر، بين ليبيا واليونان، بين ليبيا ومصر، بين ليبيا وإيطاليا. هذه المناطق ما زالت لم تحدد بعد، ولا تستطيع أي دولة أن تحددها بنفسها. تحتاج حسب نصوص اتفاقية قانون البحار الاتفاق بين دولتين أو بين أكثر من دولتين. وإذا لم يتم اتفاق يمكن اللجوء للتحكيم، ويمكن اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار أو إلى محكمة العدل الدولية. في النهاية لا تستطيع دولتين أن تضع الخط الفاصل أو تضع الحدود الفاصلة لمنطقة دولية، تحتاج الاتفاق. يعني يجب أن تشترك جميع الدول، لازم يجب أن يكون هناك اتفاق. يعني مصر واليونان يمكن أن تفسخان هذا التوافق مثلا بين تركيا وليبيا؟ لا، حتى يتم اتفاق وتحديد حدود بحرية لا يتم بالقوة القهرية من قبل دولة أو دولتين أو ثلاثة. يجب أن يتم اتفاق بين الدول، وبالتالي الاتفاق الذي وقع بين ليبيا وتركيا نرجع فنقول هو اتفاق مبدئي لوضع حدود بحرية تتضمن المنطقة الاقتصادية لتركيا والمنطقة الاقتصادية لليبيا، وليس في تجاوز وليس في اعتداء على الحقوق الليبية. نحن نبدأ بالتعاون مع تركيا عندما يتم تحديد المنطقة الاقتصادية والقبول بهذه الصيغة بين الدول الأخرى، تأتي الاستثمارات لاحقا. لكن هذا لا يمنع أن يكون هناك بداية لهذه الاستثمارات مع تركيا. كون أن نستثمر مع تركيا في المنطقة الاقتصادية لا يعني أن الشريك الوحيد سيكون تركيا. هناك إمكانية للاستثمار، وهذا ما ينص عليه قانون البحار. جميل. ليس هناك احتكار بين أن يقتص تماما كاليابسة. جميل. الآن الأرض الليبية فيها كثير من الشركات المستثمرة في مجال النفط، وبعضها إيطالي وبعضها أمريكي وبعضها يعني فرنسي إلى آخره. وبالتالي مستقبلا ستكون هذه الحالة تنعكس على المنطقة الاقتصادية لليبيا سواء مع تركيا أو مع الدول الأخرى.